ديزاين، اللي قدر تتعلم ويب ديزاين يجب انك تكون تعرف جافا سكريبت وتكون تعرف HTML وتكون تعرف CSS، وبعد ذلك ممكن انك تأسس فيما بعد فيما تبقى اذا حبيت تكمل ويب ديفلوبرز اوكي او ويب ماسترز او الى اخره. فاليوم ان شاء الله تعالى راح نكمل فيما بدأنا فيه. محاضرتنا لهذا اليوم حتكون عن شيء اسمه جافا سكريبت. الاسبوع القادم راح يكون عندنا ما يسمى اللي هو البراكتسينج، اليوم ما في براكتس، فالاسبوع القادم حيكون البراكتس، والاسبوع اللي بعده حيكون اساينمنت. لكن ما ننسى انه عندنا يوم الجمعه ان شاء الله تعالى حيكون عندنا كويز في السي اس اس. تمام. هلا احنا اليوم رايحين باذن الله تعالى راح نبدا في الجافا سكريبت، واغلبكم بحب الجافا سكريبت لانها الجافا سكريبت هي لغه برمجه اوكي بتشبه السي بلس بلس. الجافا سكريبت هي بتعطي الاكتيفيتي او بتعطي الفانكشناليتي او بتعطي اللي هو ما يسمى الاكشن او بتعطي الانتر اكتيفيتي للويب بيج. الاتش تي ام ال بتعمل ستراكشر ذا كونتنت، بترتب هالمحتويات على شكل معين. تمام، بعد ذلك بعد ما نعمل نرتب هالمحتويات هالباراجراف هالصور الى اخره، بنبلش نضيف عليها ما يسمى البرزنتيشن لاير. ما يسمى البرزنتيشن لاير، البرزنتيشن لاير اللي هي عمليه اضافه الوان، ترتيب الصفحة بشكل لطيف، إضافة شادو، إضافة بوردرز، التعامل مع البوكس موديل، التعامل مع ال HTML بإضافة إلها لوك أند فيل، شكل ومنظر ستايل إلى آخره عن طريق استخدام CSS. بعد ذلك الصفحة بتكون لطيفة مرتبة، بنضيف لها الأكشنز، تتفاعل مع اليوزر، يصير في interactivity بينها وبين اليوزرز، إنه أنا أدخل كيوزرز أدخل رقم يعطيني والله هذا اود او ايفن، ادخل يحكي لي جود مورنينج، اعطي اسمي يحكي لي ويلكم فلان او ويلكم اوكي مصطفى، اوكي اعطيني رقمك الجامعي، اعطي رقم الجامعي يحكي لي انت الان غير رقمك الجامعي دخلته خطا ارجو ادخال رقم جامعي صحيح، ادخل الباسورد يحكي لي الباسورد يجب ان تكون طولها 6 احرف الى اخره. كل هذا يستطيع ان نفعله عن طريق شيء اسمه الجافا سكريبت. واذا بتلاحظوا في الصوره الواضحه انه في عندي الاشياء ما انهيناها، والسي اس اس حيكون في كويز يوم الجمعه، وعندنا الجافا سكريبت. الجافا سكريبت اذا دخلنا في حوار احنا وياها وبلشنا نحكي معها عشان تعرفنا عن حالها، بتحكي لنا انا لغه برمجه اوكي كثير السنتاكس تبعي كثير بيشبه السي بلس بلس، فوراتي اف سويتش البريك الاوبجكتس الفانكشنز كل شيء تقريبا اولموست نفس السنتاكس، بس انا عندي مشكله بختلف عن السي بلس بلس، انه السي بلس بلس بتحكي عن حالها strongly typed language، يعني لغه تهتم كثير بالنوع السي بلس بلس، بس انا كجافا سكريبت ما بهتم بالنوع، النوع اخر همي، فبحكي لها بسطيها لي او فهميني اكثر. بتحكي لي انا لما اعرف متغير ما بحدد نوعه، اوكي نوع يحدد من القيمه المسنده له، يعني النوع عندي اوكي هو موجود صحيح في نوع انتجر ودبل وفلوت وفي عندي بوليان، بس النوع لا يحدد من بدايه التعريف. بحكي له انا تعلمت في السي بلس بلس اي لغه لها كومبايلر، فانت الكومبايلر تبعك وينه؟ فبتحكي له انا ما عندي كومبايلر، انا عندي اسمه انتربريتر، وهذا حاعطيكم سؤال اساينمنت، تعرف شو الفرق بين الكومبايلر انتربريتر؟ حيجيكم سؤال في الامتحان، شو الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر؟ بحكي لها طيب اوكي انت وين بتكون انتربريتر تبعك؟ بتحكي لي في كل براوزر، انا صرت الان ستاندر، لغه ستاندر في كل العالم، اوكي ولغه كثير مهمه وبحتل مراتب عاليه جدا، واي واحد يتعلم اي لغه برمجه جديده في الويب سكريبتنج يجب انه يكون عارف جافا سكريبت. فبحكي لها انه هلا انت بتحكي لي انه الكومبايلر او الانتربريتر تبعك موجود في البراوزر وكل براوزر، فيعني انت نفس البرنامج العادي لك دوره حياه من عمليه الكومبايليشن وعمليه الاكسكيوشن وتملك اوتبوت. بتحكي لي اه معناته عندك سنتاكس ايرور، اه عندك ران تايم ايرور، اه نفس المفاهيم بتاعت السي بلس بلس في الكومبايليشن ايرور او في الران تايم ايرور، يس نفس المفاهيم. فبحكي لها طب الكومنت، تحكي لي قلت لك انا بشبه السي بلس بلس، وبالنتيجه انت لازم تستوعب انه كل قواعد السي بلس بلس اوكي كسنتاكس تقريبا اولموست ذا سيم almost the same. فبحكي لها طيب يعني انا راح اكتب كود، في لغات ممكن انا اتعلمها غير الجافا سكريبت اكتب فيها كود يعني بتشبه الجافا سكريبت؟ بتحكي لي اه في الفي بي سكريبت،
اوكي الانجولر هي لازم تتعلمها قبل ما تتعلم الانجولر، لازم تتعلم جافا سكريبت قبل ما تتعلم الانجولر، تمام. فبتحكي لي هي موجوده ككود حيكون في الصفحه، تحكي لي انا بشبه السي اس اس، بيجي مني ثلاث انواع، بيجي مني ان لاين بنكتب على نفس السطر بالكود قبل الاتش تي ام ال، او بنكتب امبيدد على الهيد جوا الهيد، او بنكتب اكسترنال في ملف خارجي. ممتاز. حد عنده سؤال على الجافا سكريبت كتعريف ايش هي؟ رح ناخذ الان كود نكتب كود لاين 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 نتعلم كيف الجافا سكريبت تشتغل. حد عنده اي سؤال في الجافا سكريبت؟ طبعا لازم نعرف انه الجافا سكريبت عليها تقريبا 40 علامه من 100، يعني تقريبا كل شغلنا حيكون اولموست كله على الجافا سكريبت، كله حيكون على الجافا سكريبت. فلذلك بدي اياك تنتبه في هذا المحاضره، وصدقني كل معلومه بتاخذها جوا المحاضره بدك خمس اضعاف وقت حتى تاخذها برا المحاضره، تمام؟ ف يعني انا بتمنى انكم تكونوا معي منتبهين، لانه خذوها قاعده صدقوني اي شيء بتاخذه جوا الدوره او جوا محاضره يوتيوب او واتيفر راح تاخذ 10 اضعاف وقت حتى تتعلموا لحالك. فاحيانا اثناء المحاضره بتكسب مهارات وتكسب اشياء مستحيل تحصلها عن طريق الدراسه، تمام؟ يا كيف بكتب جافا سكريبت؟ حكت لي ثلاث انواع، بنكتب انا يا اما ان لاين زي السي اس اس على نفس السطر اوكي، او بنكتب جوا الهيد. اذا بكتبها جوا الهيد او امبيدد او في نوع ثالث اكسترنال مش حنعطيكم اياه، لازم تكتب كلمه سكريبت. كلمه سكريبت بتحكي انه انت الان حتكتب كود جوا هذه الصفحه. عشان اعرف متغير بالجافا سكريبت بكتب var، var اكس. شروط تسميه متغير بالجافا سكريبت وساعات تساوي شروط تسميه متغير بالسي بلس بلس. بكره بجيب لك على خمس متغيرات وبدك تحكي لي اي واحد منهم هو valid variable in JavaScript. هلا بس عارف متغير بالجافا سكريبت، رحت على الرام حجزت مكان اوكي سميته x. هلا احنا عرفنا بالسي بلس بلس وكل لغه برمجه تعلمناها انه لكل متغير ثلاث خصائص، اسمه ونوعه وقيمته. هلا النوع هون غير معروف لحد الان، النوع غير معروف. هلا هي راحت على الرام حجزت مكان اسمه اكس اوكي، اذا عرفنا متغير بالسي بلس بلس وما اعطيناه فاليو شو بتكون الفاليو تبعته؟ مين بيعرف؟ نول ربش فاليو. ربش فاليو، اشكرك، ربش فاليو، تمام. اذا عرفت متغير بالجافا سكريبت وما اعطيته اسف بالسي بلس بلس وما اعطيته قيمه حيعطيني ربش فاليو، تمام. هلا هي بتحكي لنا، انت مش بتحكي لنا، هاي كلها اسئله امتحان. بتحكي لنا اذا عرفت متغير بالجافا سكريبت وما اعطيته قيمه فقيمته حتكون undefined. Undefined. طيب X شو نوعه؟ حدا بيعرف شو نوع X حاليا؟ حدا بيعرف شو نوع X؟ X ما إله نوع. هلا X ما إله نوع. Undefined. إذا حطيت X تساوي true معناته أنا الآن نوع X شو صار؟ بوليان. إذا نوع المتغير يحدد من القيمة المسندة إله، لذلك هي سميت، وحيسألك سؤال بالامتحان، سميت loosely. لوزلي يعني انه هي ما بتهتم في النوع. سي بلس بلس اي متغير بتعرفه لازم تعطيه قيمه. ثانيا الان نوع اكس انتجر، اسف بوليان. كيف حددنا انه اكس بوليان من القيمه المسنده؟ ابسطها لك، اذا كان عندك كاس فاضي وحطيت فيه شاي حيكون كاس شاي. عندك متغير فاضي وحطيت فيه ترو حتكون متغير من نوع بوليان. فالقيمه المسنده هي تحدد نوع المتغير. عشان هي بتحكي لنا كمان عن حالها ست جافا، تحكي عن حالة Object Oriented. حدا بيقدر يحكي لي في ثلاث كلمات أو أربع كلمات، أتوقع عندك خط 112 أوكي، حدا بيقدر يحكي لي شو يعني Object Oriented Programming Language؟ حدا بيحكي لي شو يعني Object Oriented؟ حدا من 35 طالب اللي معي حاليا أوكي وصلوا سنة ثانية؟ أجاوب؟ تفضل. إنه لغة فيها Classes و Objects. آها فيها Classes و Objects. طب شو في أنواع برمجة تانية؟ في نون اورينتد السي شارب او السي ناسي. انتبه معي هلا اوكي. شكرا للطالب اللي حكى لنا، شكرا لك اوكي، معلومتك لطيفه اوكي. الاوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجويجز، في شيء بسموه بروسيجرال بروجرامينج لانجويجز، في انواع بسموها ديكلاراتيف بروجرامينج لانجويجز. خليني احكي لك المعلومه واحفظها للابد. اوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجويجز از ستايل، style of programming. style ايش يعني؟ والله انا لابس على الستايل، او مش يعني ستايل يعني موضة برمج اوكي. منهج. لو عيد لو سمحتي ما سمعتك بعد اذنك. منهج.
منهج style is style programming languages okay that use object and classes okay to build a software. هي بتستخدم الobject والclasses okay okay. لا هي نوع من انواع style تاع البروجرامينج. تمام, في عندنا procedural مثل اللي هو function بنادي function بنادي function بنادي function, في عندي main. فبتحكي لي انا object oriented, تحكي لي في كلمة document is an object وفي method dot وفي عندنا method اسمها write. اذا ناجح اذا في عندي اذا في عندي انا object اسمه document وبالنتيجة هذا الobject هو موجود وفيه methods وفيه properties. لذلك لو سألت سؤال حالي أنا بحكي له object document أنت شو بتمثل, فبحكي لي document أنا بمثل document اللي تشتغل عليها. method is a write a method كي الoutput أو ال return values لل write is a string. فبدي أحكي له h1 تمام. أوكي رح الآن رح أشرح لكم شغلة كتير لطيفة في 3 دقائق, بدي تنتبه لي تعطيني انتباهك في الدقائق القادمة. style equal color بتين فوق بعض red. تمام, نسكر الخط k plus plus سكر h1 k حط هون قيمة x. لما كنا نحكي كنا بال c plus plus شو كنا نعمل بال c plus plus؟ كنا نعمل هيك c out صح, هيك نعمل c out k the value of k نحطها بين quotation whatever the value whatever k نحط h اشارة extraction operator x. إذا أنا بدي قيمة x حاطها بين اوكي بلس بلس, بدي اعمل concatenation للستايل هذا او الاتش 1 اللي حيطبع جواته x. هلا رح اعمل سيف ونعمل run, بس انا حشيل ترو هحطها x عشان نشوف انه ايش حيطلع الاوتبوت undefined. دقق معي, حكي لك جمله جوهريه, الاوتبوت للجافا سكريبت HTML. عيد شوي شوي, الاوتبوت للجافا سكريبت HTML. يعني لو عملت F12 عشان اشوف الاوتبوت للكود هذا راح الاقي, انتبه معي, راح الاقي كلمة H1, راح الاقي H1 الستايل تبعها شو؟ الستايل تبعها اوكي color red هي الاوتبوت اوكي وقيمة X. طب شو اللي بصير بالضبط؟ اشرح لكم شو اللي بصير, انتبه معي شو اللي بصير عشان يطلع عندي الاوتبوت HTML. اللي بصير كالتالي, في عنا إشي اسمه HTML parser, واحد اسمه HTML parser موجود بهالبراوزرات HTML parser مسؤول عن قراءة صفحة ال HTML, بقرأها sequential, ببلش ينفذ sequential HTML head, بلاقي كلمة script أو أنا مش شغلي, أنا كscript مش شغلي, بيروح ينادي مين؟ بينادي GS interpreter. GS interpreter تمام, GS interpreter في إلك شغل, بيجي GS interpreter اوكي بيعمل compilation او ما صح لي احكي compilation, هو مش صح احكي compilation, بيعمل interrupt تفسير لهالجمل. اوكي you are follow the javascript writing rules او syntax rules, ما عندكش اخطاء syntax, ما عندكش اخطاء الى اخره, بيحول الكود بيعمل compilation بيعمل execution. بس يعمل execution بيطلع output. شو حكينا الoutput للجافاسكريبت؟ مين بتذكر شو الاوتبوت للجافا سكريبت؟ HTML. بيطلع اوتبوت HTML, بحطه هيك بكيس بوكس منطقة مؤقتة, بحط الاوتبوت هون, بقول لل HTML parser خلصت تعال خذ الاوتبوت تبعي. بيجي ال HTML parser بيقرأ الاوتبوت من الجافا سكريبت انتربريتر وبعرضه على البراوزر اذا كان بده ينعرض. وبالنتيجة خلينا نحكي ان الاوتبوت للجافا سكريبت HTML صحيح. اوكي انا الان انشأت H1 باستخدام الجافا سكريبت. تمام, اذا جمله الاوتبوت للجافا سكريبت هي عباره عن دوكيومنت دوت راي, احط قيمه اكس 5 5 ونص 6 اللي بدي اياه, بس انا حاليا بدي اخليها انديفاين. اذا حاولت اجمع قيمه لقيمه انديفاين اوكي راح يطلع عندي شيء جديد اسمه نان. اوكي خلينا نجرب نعمل سيف ونعمل رن, حيطلع عندي نان. نان يعني نوت ا نمبر, اذا عرفت متغيره افهم انت قاعد ما عندكش شيء. يعني لو هلا ما استغليت وقتك بحضور محاضرتك حتقضي وقتك باشياء ما حتستفيد منها حتى في العلامه, او حتستفيد منها في تخصصك او في اي قاعده بيحكوا فيها عن برمجه, يكون عندك نوليدج. وبالنتيجه اذا جمعت متغير معرف حديثا من الجافا سكريبت مع قيمه عدديه بيعطيني نان. نان اختصار لكلمه ثلاث كلمات, not a number, اذا هي ليست رقم, not a number. طيب حطيناها تساوي 6
إذا الآن حيجمع 6 إلى 6 وحيعطيني 12، بالنتيجة حيعطيني 12. الآن إحنا بالأخير بنحكي إنه الجافا سكريبت إذا عرفت متغير وما أعطته قيمة حتكون undefined، حاولت أجمع لها قيمة حيعطيني ما يسمى نان، احفظها من الآن حتكون عليها سؤال. طيب إحنا بالسي بلس بلس سي إن أوكي أعطيني قيمة، كيف أطلب قيمة بالجافا سكريبت؟ بستخدم أوبجكت اسمه ويندو، ويندو كي برومت. برومت مين بتذكر برومت بالسي بلس بلس 101 شو كان معناها؟ كي اسك برومت دائما نحكي لك write a program that prompt the user to enter 5 integer، write a program that يعني enter prompt يعني ask the user. تاخذ تو باراميتر، السترنج اللي حتظهر او المسج واوبشنال باراميتر انت حاب تحطه زي ما بدك. فنحكي اذا ما حط قيمه حتكون القيمه 35 وبترجع السترنج، اذا البرومت بترجع السترنج، برومت بترجع السترنج بعيد، برومت بترجع السترنج. فبدي احكي اكس ايكوال اوكي القيمه اللي حيدخلها اليوزر، اذا ما دخل قيمه يوزر حتكون الديفولت فاليو 35 از سترنج، 35 از سترنج. تمام هلا اوكي انا بدي اعمل سيف، بدي ارد اعمل رن، حيحكي لي دخل قيمه بليز انتر ا فاليو، بحكي له 20. هلا انتبه معي بس احط 20 حيطبع لي 206. مين بيعرف ليش طبع لي 206 هون؟ اوكي مين بتذكر شو السبب اللي طلع لي 206؟ يلا ليش طبع لي 206 لما دخلت 20؟ سترينج بلس سترينج. يس اكزاكتلي، اشكرك، لانه البرومبت بتذكرها، هاي حيجي عليها بجوز تقريبا 7 علامات. برومبت بترجع سترينج، والسترينج زائد السترينج بصيب لاتهم concatenation damage. طيب إذا بدي أحولها لإنتجر، لأنه أنا بدي أعمل عملية calculation حسابات بالسي بلس بلس، كيف كنا نعمل data conversion أو نعمل data casting؟ كيف نعمل؟ شو مين بتذكر بالسي بلس بلس كيف نستخدم؟ yes static underscore cast. هلأ إحنا ما حنستخدم static underscore cast، حنستخدم function اسمه parse integer. parse integer راح يحول القيمة لإنتجر، وفي له ابن عم خي البي اسمه بارس فلوت، بيحول من قيمه لفلوت. خلينا نجرب نعمل، والله بزبط معنا هالبارس انتجر. حندخل مثلا قيمه، تمام حندخل قيمه اوكي ريلود، احنا سيبنا دكتور انت مش كاتب بارست. يس يس اشكرك. اوكي تمام حندخل مثلا 3 كي او والله 9 صحيح. اذا بارس انتجر بيحول من، طب افرض اليوزر دخل يا اخوان كالتالي، بدي اشيل زائد 6، انتبه معي بدي ادخل قيم وبدك تحفظها وتحفظها عشان تعرف تجاوب الامتحان. اجى اليوزر دخل يا اخوان اي 205 او 202، تتوقع بارس انتجر لاي 202 شو رجع لي؟ هيرجع 5. نان انتبه، نان حفظ، هاي هذه حفظ قواعد. اذا حطيت اوكي قدمت له مصطفى علي تمام او مصطفى محمد او مصطفى يحيى الى اخره اوكي، وحطيت بعد هيك قيم اوكي بيطلع لي نان. طب اذا دخل اليوزر 3 اي شو تتوقع يعطيني؟ دخل 35 اي 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 شو تتوقع يعطي؟ نان 35. اذا القيمه بدايتها عدديه، اذا القيمه بدايتها عدديه راح يعطي القيمه العدديه 35. واضح؟ اذا في حال دخل اليوزر اي 3 بغض النظر هلا اي شيء بلش بسترينج بيرجع بهاي الحاله، شو بيرجع؟ نان. طب اذا اعطاني 3 اي شو بيرجع؟ حكينا شو بيرجع؟ 3 بالضبط. طب ادخل 3 ونص اي شو هرجع؟ 3.5 برضه 3.5. لا بارس انتجر، 3 بارس انتجر. ان كيس كان بارس فلوت، اذا كان دي بارس فلوت بدك ترجع شو؟ بدك ترجع ايش؟ بدك ترجع لي 3.5. في عندنا بارس انتجر بارس فلوت، احنا هنستخدم اوكي البارس انتجر بارس فلوت نفس الطريقه، كلاهما بيحول من قيمه عدديه، اسف من قيمه سترينج لقيمه عدديه. ان كيس بلش بسترينج حرجعنا، ان كيس بلش بقيمه عدديه اذا كان بارس انتجر باخذ القيمه الصحيحه، بارس فلوت باخذ ايش؟ باخذ الدبل او باخذ الفلوت تبع القيمه. تمام بنعمل احنا وياكم برنامج على هالمعلومات اللي اخذناهم قبل شوي. يلا يا اخوان بدنا نعمل برنامج اوكي
يلا فكروا فيه، بدنا نعمل برنامج يدخل 5 علامات لطالب ويعرف عدد المواد الناجح فيها وعدد المواد الراسب فيها. يلا كل واحد يفكر دقيقة فكر. بدي فور لوب. بدك تحط شرط انه لما تكون العلامة اقل من 50 هذا راسب. بدك تدخل 5 فاريبل. بندخل 5 علامات. 5 فاريبلز. تحط فار اكس. فاريبلز حنرجع نفكر في مستوى سنة أولى في لاب رقم 1. شوي كبرنا على شو نعمل؟ بتعمل كاونتر. كم كاونتر بتعليه؟ كم كاونتر كم بدي 2 كاونترز. واحد للناجح واحد للمواد الراسب فيها. اذا في عندي فار بي سي تي اختصار باست كاونتر وقيمته صفر. اوكي وفي عندي اصلا فار اف سي تي وقيمته ايضا صفر، وفي عندي فار جي اللي هي العلامه. اوكي بدي حاجه لانا ايش بهاي الحاله لفور لو فار اي ايكوال 0 اي اقل من او تساوي 4 اي بلس بلس. نرجع على سي بلس بلس والان ايش بدنا احنا كومباوند ستيتمنتس. بدي كومباوند ستيتمنتس، بدي اطلب من اليوزر القيمه. تمام بدي اطلب العلامه من اليوزر، هاي حنطلبها من اليوزر. اوكي نحكي لو سمحت جي دخلي العلامه. اوكي الان بدي اشيك اف ديفولت ايش بتكون الديفولت؟ يعني 35 العلامه اذا اي طالب بيجيب اقل من 35 نحط له 35. اذا اكبر من 50 البي سي تي بلس بلس الس اف سي تي بلس بلس. تمام يلا في عندي شيء خطا، انا اكيد في شيء خطا هلا لازم نصلحه. اف سي تي بلس بلس تمام، هاي سيمي كولون وهون سيمي كولون. تمام اذا هيك بدخل العلامه الاولى. اوكي اذا اكبر من 50 بزيد عدد المواد الناجح فيها 1، واذا اقل من 50 بزيد عدد المواد الراسب فيها 1. بعد هيك بطبع له الناتج، انه بطبع له المواد اللي نجح فيهم بالاحمر اسف بالاخضر وعدد المواد الرسب فيهم بالاخضر، وبالنتيجه انا بحاجه الى جملتين اخراج او جملتين اوتبوت. تمام هذه واحدة جرين اللي هي انه ناجح، وواحدة ريد انه راسب. وهون نحط الجرين PCT اللي هي المواد الناجح فيها، وهاي FCT المواد الراسب فيها، وممكن نحط له statement past. اوكي نقطتين فوق بعض وفيل نقطتين فوق بعض. حدا ما بيقدر يعمل هيك برنامج في اوكي في ان في هذه في مستوى هاي العمق في سنة مستوى سنة ثانية. ايش البلس دكتور الموجودة قبل البي سي تي وبعدها؟ يس هذا 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 متغير عددي. لو شلت الكوتيشن من هون يا ولدي، شلت الكوتيشن من هون شو حيطبع لي البي سي تي؟ كجملة عادية. اوكي فانا بدي قيمة البي سي تي، بدي ايش؟ بدي قيمتها. عشان انا بدي قيمتها فبدي اعمل كونكاتينيشن مع قيمتها. تمام؟ بدي اعمل كونكاتينيشن مع قيمتها. تمام؟ فانا بدي اعمل كونكاتينيشن. لو حطيتها بدون كوتيشن الاقواس هي حطت هيك بالصدفة عشان افرض عملية معينة كنت اضبطها قبل شوي. فالان حنعمل رن ونشوف هالشغال هالبرنامج ولا لا. اوكي دخل قيمة اول 90 80 70 60 40، فهو نجح باربع مواد ورسب بمادة واحدة. تمام هذا او الان يلا اوكي اذا واحد منكم حكى انه في طالب هيك بامتحان كانت هيك الجملة هيك. تمام هاي هيك اكس، هاي صحيحة الفور ولا مش صحيحة الفور هذه؟ اوكي وشو نوع الايرور اللي بيعطيني اياه علي بهاي الحالة؟ بدي انفينيت لوب. انفينيت انا بحكي مع طلاب اي تي، هل نوع الايرور بدي نوع الايرور؟ اخذنا انواع من الايرور، شو نوع الايرور هون حيكون؟ ران تايم ايرور. ران تايم ايرور. ران تايم ايرور اكزاكتلي. تمام هذه اتس كوركت، هاي صحيحه 100% لانه 3 بارت اوف ذا 4 از ان اوبشنال، هي عباره عن اوبشنال بارت وبالنتيجه عادي. يلا بدي واحد منكم شطور يحول لي ال4 لواي. يلا انا بس عملت مراجعه بدي احول 4 لواي. يحول لي ال4 لواي بحكي لي واحد من زملائك اختار واي الاي اصغر او ايكوال 4 وبنحط بلس بلس اخر شيء من جوال كود وفوق بنعمل فار الاي بالضبط. لانه اذا ما حطيت يا اخوان اذا ما حطيت اي بلس بلس راح يكون بخش بانفينيت لوب. تمام ونحط هون ايش واي. تمام يلا مين بدي يحول لي؟ اشطر واحد فيكم سالت ثلاث شعب تقريبا 60 طالب او 70 طالب، بدي واحد يحول لي الاف هاي لسويتش. يلا
حولي الجي. سويتش الجي كم كيس حيكون؟ حط فيها جي. كم كيس حيكون عندك بهاي الحالة؟ 2. شو هن 2 كيس اكبر من 50 واقل من 50؟ ما بقدر احط السويتش اكبر من 50 او اقل من 50. لا جوا الكيس حط اف دكتور بزبط. لا بدي سويتش. يلا دكتور جوا السويتش. سويتش بين الاقواس بس بحط حرف الجي وبالكيس بحط قيمه الجي اللي بدي اياها اقل من 50 او اكبر من 50. عندي ممكن ادخل لك ممكن ادخل لك 50 علامه بعد ال 50 و 50 علامه تحت ال 50. احسنت 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 احسنت. شو اسمك انت؟ احسنت يا صهيب. صهيب حلها بدقيقه. اوكي انا قلت لكم تقريبا 60 طالب اليوم اول طالب بفش غل يعني بحلها. اوكي سويتش. اوكي حيكون عنده 2 كيسز. كيس نمبر 1 كيس ترو حيكون عندنا هون بريك صح. كيس عندي فولس. اوكي فولس. حاعطيكم سؤال جربوه في البيت اوكي عشان اضمن انكم تشتغلوا. بدي اتاكد في زميل من زملائكم حكى الجمله لطيفه حكى بحط هون واحد وهون صفر. ودقق معي لو سمحت. اوكي هل جافا سكريبت تتعامل مع الواحد على اساس انه ترو ومع الصفر اساس انه فولس؟ فبدي اطلب منكم تجربوها في البيت. اوكي هي مراجعه يعني ان كيس انت كثير من حياتك ضيعت او ما انتبهت في مراحلك الاولى على البرمجه ادواتك الاساسيه في البرمجه الاف والفور والسويتش والبريك والكونتينيو. هلا ناخذ بريك وكونتينيو هاي اشياء. والسويتش لازم يكون لها بادي. تمام لازم يكون لها بادي. اوكي ضروري احط ديفولت ولا مش ضروري؟ شو رايكم ضروري احط ديفولت؟ لا مش ضروري. ما هي دليل على من فوق ال 50 او اقل من 50 يعني is optional. حتى الديفولت is optional يعني هي اختياريه اذا حطيتها او ما حطيتها صحيحه السويتش تبعتك. فانا سؤالي اذا حطيت واحد وحطيت صفر هل تعادل ترو او فولس؟ هذا بدي اياك تجربه. حجيك سؤال بالامتحان. هاي بعطيكم اسئله الامتحان وعد. هذا شابتر 6 و7 بشرحهم في ساعه. 6 و7 و8 بشرحهم في ساعه. هذا الاكزامبلز اللي بشرحهم وحابعث لك اياهم فيديو مسجلين في ساعه اشير لك اياهم. تمام فوعد انه الاسئله ما تطلع منهم نهائيا. اوكي هلا تمام. اذا زميلكم حلها قال لي سويتش. اوكي صهيب لك بونص علامه بس ذكرني عشان ما تروحش عليه. واضح واضح يا صهيب؟ واضح تمام. الان سويتش حكينا هي سويتش. اوكي عندي كيسز. الكيس تبعتي اكبر من 50. تفضل. متى نذكرك بالبونص؟ ذكرني بالبونص اول ما اول ما نحكي عن التجميع. راح اعين لكم سي ار. راح احط لكم سي ار. راح احط لكم سي ار بالجروب وبتتواصلوا معه بالاسم. مش الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده. تمام نهايه الاسبوع اللي الجاي اللي بعده. اوكي يلا كيسز. تمام هلا انا بدي انتقل لفكره بسيطه جدا. بدي ارجع للفور ودي اعمل لكم شغله بسيطه هيك بس سؤال هيك هو مطلوب منكم بالكويز بالسلايدز. اوكي هذا كله شرح اشياء من السلايدز. 4i equal 1 i اقل من 10 انتبه معي. واجا واحد كتب كالتالي. اوكي كتب كالتالي f. بدي فكر وجاوب فكر وجاوب. كل هاي اسئله الامتحان. i equal 5 break document.write i. اوكي خلينا نعمل ناخذها هذه كجمله حنستغلها عشان نرجع نكتبها من جديد. مين بيحكي لي الاوتبوت لهذا الكود حيكون شو؟ حنحكي هون i يلا 5 5 دكتور لانه الاي اعطاها قيمه هون ما سال ما فكر. فكر فكر يا ولدي فكر يا حبيبي فكر يا ابني فكر يا ابني. راح يطلع منها دكتور. شو حيطلع بهاي الحاله؟ ما حيطلع شيء لانه بريك والشرط تروح يكون عندي فايل حيطلع. اوكي مش احنا حكينا اي قيمه هي المساواه اي صارت 5 اف 5 اي شيء نون زيرو فاليو ترو هون حيطلع من اللو مباشره بعيد. البريك شو بتعمل؟ البريك سكيب. اوكي ريمايندينج كود اند جو تو ذا فيرست ستيتمنت افتر ذا ريبيتيشن ستراكشر. فشي كل ما تبقى من الكود وروح اول جمله بعد بعد ايش بعد ال 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 البادي تاع الفور او تاع الوايل او الدو وايل. خلينا نفكر هون i equal equal 5
اي اي ايكوال ايكوال 5. بهي الحاله مين بيحكي لي شو حيطبع؟ يلا هاي فولس يطبع 0 و 1 و 2 لحد الخمسه بيطلع منه. اوكي بيطبع 5؟ لا ما بيطبع. لا اذا حيطبع 0 و 1 2 3 4 صحيح. اه بيطبع 5؟ لا لا لا. تمام اذا اجى واحد حكى بديش بدي اعمل هون continue. هيك بس بشفق عن الخمسة يطبع من صفر لعشرة ما عدا الخمسة. هيطبع من صفر لعشرة ما عدا الخمسة. أجا واحد هيك بالغلط عمل هيك. بدي واحد يفكر. يلا فكر. لا فكر وجاوب. هيك أسئلة الامتحان. هيك هاي إنفينيت لوب. زميلكم بيحكي إنفينيت لوب. لا 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 بس ما حيطبع شيء. أنا حيظل آه بس مش حيطبع شيء. حيظل يمشي من صفر للعشرة بدون ما يطبع شيء. حيظل يعمل كونتينيو. تمام دقق معي ونعيد مع بعض. خلينا نركز فيها شوي. صفر أقل من عشرة نعم. كم صارت قيمة آي هون؟ خمسة. آي خمسة. كونتينيو شو يعني كونتينيو؟ دقق في كلمة كونتينيو. يعني بيعمل تجاوز على الفرلو. تجاوز. سكيب. 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 تجاوز. ما تبقى من الكود. وروح اعمل increment وcheck the conditions. وبالنتيجة آي خمسة. كونتينيو تحقق الشرط true. فمعناته حينفذ الكونتينيو. زيد الاي بواحد ستة. ستة أقل من عشرة نعم. كم بصير قيمة اي؟ خمسة ترجع خمسة. شو إذا إنفينيت لوب؟ إنفينيت لوب تمام. إذا حكينا اي إيكوال إيكوال خمسة بالامتحان أنتم مشكلتكم هذا بسموها soft killer. بتذكر هيك درسناكم في 101 إن هذا الخطأ القاتل اللي هو لازم تنتبه بين اي إيكوال إيكوال واي إيكوال تمام. بدنا ننتبه إنه هون اي إيكوال خمسة تمام. فبالنتيجة إذا كان الامتحان هيك حاطين السؤال هيك شو حتجاوبني بهذا السؤال بالامتحان هيك شو جوابك حيكون؟ أيضا يطبع ستة نعيد يلا دكتور حيطبع أول إشي صفر نعم بعدين يدخل هنا بتصير ستة برجع بدخل هنا بصير يطبع واحد بعدين اثنين بعدين ثلاث أربعة برجع هو بعرفش إذا توصل للعشرة هاي الحالة ممكن يوصل لعشرة برأيكم؟ دكتور بس صفر ستة دكتور بيطبع أول مرة صفر بعدين يضل يطبع ستة إنفينيت لوب ستة إذا الجواب شو حيكون النهائي؟ جوابكم بالنهاية حيكون إنفينيت لوب تمام؟ لأنه مستحيل يطلع من هذا اللوب مستحيل يطلع منه مستحيل هذا اللوب ينتهي لأنه آي بترجع خمسة وآي بترجع خمسة آي بترجع خمسة فإحنا فكرتنا أو تركاتنا أنا بوعدكم هروح على 101 أجيب أسئلة 101 أرجع أفتحنك فيها بشوية ويب اوكي حد عنده مشكله بالفور بالاف بالسويتش راح ارجع اشرح السويتش دكتور بس سؤال ثاني هسه انا ما بعرف انا الفاهم انه لما يوصل اف اي ايكوال 5 فراح يعمل يروح على الانكريمنت راح يصير 6 الاي بعدين راح يصير حيطبع هون شو 6 راح يرجع يساويها شو ترو بعدين بيروح بيصير بيصير فولس هاي الحالة اللوب حيطلع حنرجع حنطلع لأول جملة بعد البادي بعد البادي تاعت الفور ممكن نطلع في أمل نطلع صراحة أنا مثلا أوكي هو لما يصير ستة هتكون الإف فولس فرح يرجع من سبعة عادي مش هيك هون إيكوال هون مساواة فآي حترجع دائما شو آي رح ترجع دائما هون بهاي الجملة هاي زي جملة مساواة I equal 5 انتبه شايفين انتبهوا أرجوكم تنتبهوا أوكي مش مشكلة المهم أنك انتبهت ومستحيل تغلط فيها مرة ثانية بإذن الله انتبه معي الآن حنكمل إذا أنا حاولت أعمل order list بدي أعمل order list بالHTML عادية بدي أعمل order list طلب مني الكود أنه أعمل order list فيها 1500 عنصر 1500 list item تمام بدي أعمل 1500 list items اوكي وانا بدي اعمل 1500 ليست ايتم او بدي اخلي اليوزر يدخل عدد الليست ايتم اللي حيدخلها اوكي يدخل لي 500 اعمل له 500 ليست ايتم اوكي بال HTML ما بقدر اتفاعل مع اليوزر احكي له اعطيني قيمه عم اطبع لك اياها او الى اخره لذلك راح استخدم الجافا سكريبت راح استخدم الجافا سكريبت الان عنواننا كيف تطبع او كيف تصنع عناصر HTML using JavaScript بدك تصنع عناصر HTML using JavaScript yes كيف بدي استخدم ان شاء الله يكون معنا بالكود بعد موجود document.write انتبه معي OL
صح الآن OL وبدي أسكر الـ OL تمام. هاي تسكيرة الـ OL. ما بين الـ OL وتسكيرة الـ OL حيكون عندي list items تمام. حيكون في عندي LI وبدي أطبع list item حسب اليوزر ما بيدخل. بدي أطبع 1000 200 300 500. مين بيحدد لي إياها؟ اليوزر. فأنا لازم أسكر list item. مين بحكي لي شو لازم أحتاج بهاي الحالة؟ شو أنا بحاجة لشو؟ بدي أطبع list item حسب داخل اليوزر. For loop. إذا بدي أنا هون for loop. For var i equal 1 i أقل من أو تساوي. أوكي x i plus plus. تمام؟ هون حيكون عندي plus plus لمين؟ القيمة ال i. يلا مين بحكي لي بدي أطلب من اليوزر صح؟ كيف أطلب من اليوزر بالعادة؟ كيف أطلب من اليوزر قيمة؟ شو الميثود ذاك؟ برومت. برومت. يس ويندو. إذن x var x عرف x تساوي. هلا حندخله انتر افاليو. انتر افاليو. أوكي. تمام يلا. هلا ننسى الموضوع. يلا هلا نعمل سيف ونعمل ران. دخل قيمة بدخل 9999999. طلع كيف؟ هلا حي شوي حيعجق شوي تاي تنفذها. عجقناه شوي. إذا في عندنا خطأ. عندنا خطأ؟ لا. حيخش حاسه خش بالإنفينيت لوب أنا. أوكي بنعمل له شيء قعد شوي خفيف. أوكي. أوكي خلينا نعمل مثلا 9. أوكي 9 أعطاني 9. أوكي إذا حط عجق شوي الكومبايل أو ال 100 أعطاني 100. اذا الليست ايتم بيحددها اليوزرز اوكي عن طريق البرومت. عن طريق البرومت انه دخل قيمه وانا بطبع له القيمه. افرض احنا هون خربطنا حطينا هون هيك اوكي في عندي ايرور صار صح. في عندي ايرور. كيف بعمل بعرف الايرور بالجافا سكريبت؟ انتبه معي كيف بعرف الايرور. اوكي ماشي. هلا عشان نعرف ايرور رح نكبس F12. انتبه معي عملنا ايرور هيك معروف ايرور مشهور ايرور اقل من او تساوي اكس. شو ممكن نعمل؟ ننسى سيمي كولون. ممكن نتجاوزها على فكره. هو ممكن ننسى قوس. ممكن ننسى قوس. يا اوكي اعطيني في عندي ايرور بدي اعرف الايرور تبعي. بكبس اف 12 بكل متصفحات. من اف 12 بروح وين؟ على كونسول. من كونسول بحكي لي انكود سنتاكس ايرور ميسنج قوس افتر ليفت. بتكبس عليها هذه هون بيعطيك وين مكان الايرور. بحكي لك في عندك ايرور بهذا المكان. ايرور بهذا المكان. اوكي بالكونسول. اوكي ممكن انت نروح نصلح الايرور. اوكي بالكونسول بامكانك تكتب كود جافا سكريبت. جد بقدر اكتب جافا سكريبت هون اونلاين. يس اوكي يس ممكن تكتب جافا سكريبت كود هون. تروح على اف 12 على الكونسول تكتب مثلا بار اكس ايكوال 5 دوكيومنت دوت رايت اكس. ماشي ممكن تكتب كودك هون. اوكي وتجرب او كون دوت لوج. اوكي دوت رايت. كل الميثود موجوده هون. فبامكانك تكتب اللي بدك اياه هون ويعمل لك اكسكيوشن. هاي دوكيومنت دوت رايت. هذه اكس وهاي اوكي حيعطيني عندي. اوكي احنا كتبنا دوكيومنت غلط. اوكي في عندنا مشكله. يس از نوت ا فانكشن. كتبنا شيء غلط تمام. ممكن ترجع تكتب دوكيومنت. اوكي بغض النظر فبدك تكتب كودك هون تمام. بدك تكتب كود هون هاي بار اكس undefined. شايف كي تكتب الكوماندز اللي بدك اياها على الكونسول تمام. يلا نرجع لكودنا. بدي الان بهذا مين نقيني الكود. بدي اطبع 1000 صوره. بدي اطبع 1000 صوره. اوكي بدي اطبع 1000 صوره. مين بنقيني الكود عشان اطبع 1000 صوره؟ شو الكود اللي لازم اكتبه عشان اطبع 1000 صوره؟ شو الكود او شو التاج اللي بعمل صوره image crc equal. انا عندي اوكي على الفولدر تبعي صوره هيك اسمها a.png تمام. صوره ورده بدي اطبعها 1000 مره. فبحط document.write image crc. لازم احط crc تبعها. اوكي وبحط ايش؟ احط بسكر الايمج تاج. يوب النتيجه الان هيطبع لي 1000 صوره من هذه الصوره. اوكي ما طبع ليش 1000 صوره. في عندنا مشكله معناته. ايش المشكله؟ يس اوكي طبعا لي 100 صوره. اوكي فانا بقدر اطبع
عناصر HTML. فلو اشوف الكود نشوف الكود تبعنا كيف حيطلع شكله او الاوتبوت، اسف الاوتبوت تبعي طلع كيف الاوتبوت. هاي الاوتبوت عباره عن ايمج، شايفين الاوتبوت عباره عن جافا سكريبت HTML. الاوتبوت للجافا سكريبت HTML، فهو راح كتب عمل كود، عمل كومبايليشن اكسكيوشن وطلع الاوتبوت على شكل HTML، حط لي اياه بمكان اجل HTML بارسل قرأ او عرضه. بدي اطبع من H1 لH6، ذاكرين H1 وH6 بدي اطبعهم، اطبع فيهم عباره هالو وورد. كيف بدي اطبع من H1 لH6 هالو وورد؟ يعني H1 H2 H3 H4 H5 H6. شو حغير على الكود؟ يلا شو حغير من فوق يس معناته من H1 انتبه معي H++ يس H++ هنحط هون I ونسكر ال H وبعدين نحط كمان هون الجملة اللي بدنا اياها هون hello key ونسكر ال H ال H. بس H ايش حنسكر هون يا اخوان؟ H ايش؟ شو رأيكم؟ H+I plus كي انا اسف plus كي حتكون i. مبدئيا راح يطبع لي من h1 لh6 كي مفروض ما لا بنشوف هلا طبع لي هذا h1 هاي h2 h3 h4 h5 h6. لو نشوف الاوتبوت كي html اللي عملته الجافا سكريبت مشكورة طبعاً، أوكي في عندنا نقص هون زي ما حكى زميلكم، في عندنا نقص، في عندنا بلس زيادة شكلها، بس طبعاً الـ output H1, H2, H3, H4, H5, H6. هذا الإشي اللي ننتبه له إنه كيف create HTML element using JavaScript. كي نطبع الـ HTML element using JavaScript. واضح؟ ممكن تطبع table، ممكن تطبع image، ممكن تطبع order list، ممكن يجيك سؤال بالامتحان اكتب كود، كيف اكتب كود؟ خلينا نحكي اورجيكم، ممكن يجيكم كود وحغششكم الكود من هسه. order list html w3 school s يا هلا احنا عندنا هذه كوفي، انتبه معي كوفي وتي. اوكي راح اعدل هون على التي، بدي احط تحت التي نوعين من الشاي، اخضر واحمر. فلذلك انا لازم افتح هاي زي ما تعلمنا ونحط هون ol او ol ونحط هون تحتها li. هاي الحالة لما أعمل nested شو بتتوقعوا؟ كم for loop حاجة أنا؟ كم for loop أنا بحاجة؟ 2 yes we need nested for loops yes we need nested for loops. وهلا إيش حسكر أنا؟ حسكر ال ol yes ol كي هاي run. الآن بالامتحان هيجيك سؤال، ممكن أشيل هذه كمان كي واخليها فقط هيك، اقول لك اكتب لي الكود اللي بيولد هذا النستد ليست. النستد ليست يو نيد كم فور بده حاجه بهذا الموضوع؟ فور واحده ولا فورتين؟ تو فور لوب، تو فور لوب، لانه انا عندي نستد ليست. نستد ليست الفكره بشكل بسيط دوكيومنت تراي دوكيومنت تراي دوكيومنت تراي، بس صار عندي تو اوكي تو ليست. فممكن طالب يحكي لي بكتبهم كتاب ما بدي ارجع اعمل فور لوب، انا حر تمام. بس انا بفترض انك طالب سنه رابعه او سنه ثالثه او سنه ثانيه تتعامل مع الموضوع بشكل بروفيشنال. تتذكروا في بدايه المحاضره لما حكيت بدي ادخل 5 علامات، في طالب رجع لسنه اولى عرف 5 متغيرات، ليه؟ ما انا بقدر اطلبهم عن طريق الفور لوب. واضح؟ واضح. في عندنا شيء اسمه alert window dot alert dot alert alert window alert بتعمل انه بتعطيك زي مسج بوكس، مسج بوكس بترحب فيك اوكي هالو اوكي اسف هالو باكسلاش ان. شو بتعمل؟ بتعمل باكسلاش ان انزل سطر يس نيو لاين هالو مصطفى رداية تمام اوكي. فانا بننتبه انه باكسلاش ان ممكن تستخدم باكسلاش تي، ممكن تستخدم باكسلاش اي، باكسلاش ار. اوكي هذول بنستخدمهم ليه؟ لانه في عندنا ما يسمى اوكي هون ما يسمى بسموها ويندو بوكس. اوكي ويندو بوكس، ويندو زي الويندو العاديه اللي نتعامل معها بشكل عام احنا. لذلك ايه البوكس هذا بقدر اتحكم فيه بالسي اس اس، مثلا باك جراوند، بوردر، بوردر راديوس، اي شيء. والله اتوقع 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 اه
ممكن تعمل عليه كثير editing، تحط له borders، تحط فيه حتى ممكن يكون كمان تحط له okay cancel، فهم علي؟ okay تحط تحط له icon إنه إيه، إنه هذا information، هذا alert، هذا إلى آخره. ممكن تستخدم كثير أتوقع customizable. okay هلا إحنا أخذنا الفور، أخذنا الإف، أخذنا السويتش، أخذنا الcontinue والbreak، أخذنا كيف نعمل order list اوكي بيوزنج جافا سكريبت، تعلمنا كيف نعمل من H1 لH6، تعلمنا كيف نعمل ايمج بالجافا سكريبت. اوكي ظل عندي هيك شيء بسيط جدا بحب احكي عنه دائما، مع انه مفروض ما احكي عنه بس دائما للتذكير. اذا كان عندي سويتش اكس، هلا قيمه اكس انا بدي اعطيك اياها عشان انت تحكي لي الجواب. في عندنا سويتش كيسز، كيس 0 خلينا نحكي كيس 10، كيس 15، وفي عندي هون document write، إن شاء الله تكون معي بعدها موجودة. على فكرة كبسة الويندوز مع الفي بيعطيك كل شيء أنت عامل له copy paste على الكليب بورد، تمام؟ كثير بتفيدك بالبرمجة. okay document write A. okay في عندنا هون case 20. okay وهاي document write B. هلا بدي أنا أحكي لكم شو ممكن تكون X وأنتوا تحكوا لي شو هيكون الجواب. okay هاي case في اشياء حتركها لكم. اذا اليوزر دخل 10 يا اخوان A B C D حيطبع A B C D، متاكد دي حينطبع؟ كله ما في بريك، ما في بريك، ما في بريك. طيب ما تنفذش ولا كيس، بس هي اصلا عندي فايند يعني لحد هسه. افرض انا دخلت هون اكس 10، كانت قيمة انا دخلت اكس 10، انا اعطيكم كيسز بدي اياك تحل لي الحل لها. 10 اكس شو حتكون القيمة؟ شو تو كيسز فوق بعض؟ ايش يعني تو كيسز بحد بعض؟ لو بدي احولهم لاف لهم نفس الاشي، يعني لهم نفس or الجملة اور اكس ايكوال 10 ايكوال ايكوال 10 اور اكس ايكوال ايكوال 15، واضح؟ تمام. هلا زميلكم حكى جملة انه اذا دخلت 10 حيطبع A و B و C، وفي زملائكم بيحكي حيطبع A B C D. هذا الاشي حتركه إلك، تمام؟ بديك تعرفه، بديك تعرفه بالتجريب وليس بالإخبار، لن أخبرك. أوكي أنا بعرف بس أنا بديك تجرب. أجا واحد منكم حكى هيك، حديك تجربها. أجا واحد حكى يا عمي أنا الديفولت كلها بدي أشيل أحطها إيش أول كيس، واليوزر دخل 10، بديك تجرب. أنا هلأ بقدر أجربها سيف رن بعطيك الجواب، مش 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 إشي صعب بالنسبة إلي وبعرف شو الجواب. بديك أنت تجرب، أنت تكتب سويتش. في طلاب لليوم أوكي يعني هم كلهم أخواننا وأخواتنا، اليوم ما بيعرف يكتب سويتش ولا بيعرف يكتب F ولا بيعرف يكتب فور. فرصتك تراجع هذه الأشياء. إذا حطينا الديفولت أول كيس، طيب أجا زميلكم حكى لازم نحل المشكلة. شو كيف نحل مشكلة إنه يطبع كل الكيسز اللي تحتيه؟ عن طريق إشي اسمه بريك. هاي مراجعة سريعة بس أنا مش مفروض أعطيها، بس أوكي هي موجودة في السلايد تاعت المادة. أوكي نحط بريكات ونريح راسنا. إذا 10 مباشرة بطبع A وخلصنا، 15 بطبع A وخلصنا، تحط 20 بطبع بريك وخلص، بطبع B وخلصنا، حط 1000 شو بطبع؟ ديفولت ديفولت دي دي، تمام؟ إذا أعطيتك، أنا أعطيتك 3 assignments. الأولى اوكي انه انا اشيل البريكس واحط 10 واشوف انه بطبع الديفولت معهم ولا ما بطبع الديفولت. الاساينمنت الثانيه هل بيعطيني سنتاكس ايرور ولا بتعامل معها بشكل صحيح عادي، يعني انه انا حطيت ديفولت وانا عادي، هل الامور طبيعيه ام لا؟ واضح واضح واضح. تفضل، هل عنده سؤال؟ الجافا سكريبت لغة بسيطة سهلة لطيفة جدا، بدك تكون متقن الاف والفور والسويتش والبريك والكونتينيو. اوكي كل اسئلتنا حتكون بهذا الشكل بهذا النوع. حتعرف كيف تصنع HTML element using JavaScript، HTML element using JavaScript، كيف اصنع order list، كيف اصنع images، كيف اصنع sub nested order list، كيف اصنع H1 paragraph عن طريق استخدام الجافا سكريبت. اوكي قواعد الاف والفور والسويتش والبريك والكونتينيو قواعدهم سيم سيم زي سي بلس بلس،
بيختلفوش عن السي بلس بلس نهائيا كطوال. حتى المالتي لاين كومنت يا اخوان، اذا انا بدي احط مالتي لاين كومنت راح استخدم السي بلس بلس، اوكي، نفس قواعد السي بلس بلس بالمالتي لاين كومنت، تمام. كل جمله بتنتهي في سيمي كولون. اذا بدي اعرف الخطا شو بكبس على البراوزر، مين بتذكر شو الاف كم؟ 12 10. بالامتحان حيجيك سؤال اف 10 اف 11 او كنترول زائد ار زائد ار مثلا، فبدك تعرف انه الجواب اف 12 اف 12 عشان تعرف ايش وين موجود الايرورز. الاوتبوت للجافا سكريبت شو حكينا؟ اتفقنا HTML element. HTML الجافا سكريبت. اذا حاب تتعلم انجولر، انا بتذكر حطيتها هون عندي، مش عارف اوكي مدخل الانجولر. انا حاب اتعلم انجولر، هي واحده من لغات البرمجه الحديثه جدا، واحده من التوب اللي مستخدم الان، اوكي طورتها شركه جوجل، تمام. عشان تتعلم انت شو ال اوكي بس اتاكد لك افتح لك على هذا ريكويرمنت. اوكي واحده من الريكويرمنت عشان تتعلم انجولر اوكي اللي هي، بس نستنى شوي تا يفتح ال، استنى شوي. اوكي to use angular framework you should be familiar with the following. اذا حاب تتعلم angular، واحده من اهم اوكي لغات البرمجه كوي ويب اوكي، او بسموها server side programming languages، اللي هي تكون معك جافا سكريبت، تكون تعرف HTML، وتكون تعرف CSS. والانجولر فيرجن 10 اقرا عن انجولر واعرف انها هي لغه طورتها شركه جوجل، تمام. هي شركة من الشركات الآن الجديدة، وواحدة من أهم لغات البرمجة، يجب أن يكون عندك كي اللي هو باك جراوند بالـ HTML والجافا سكريبت والـ CSS، تمام؟ أنا بالنسبة لي أنهيت. إذا ما عندك أي سؤال راح أخذ حضور غياب وأحكي لكم. تذكروا كوز عنا يوم يوم الجمعة، يعني بكرة إن شاء الله على خير، و that's it. بالـ CSS دكتور؟ فقط في الـ CSS، نعم، فقط في الـ CSS، نعم. دكتور بس التوقيت بعد إذنك. توقيت ان شاء الله، احنا حكينا على الساعه 6 باذن الله تعالى. تمام ان شاء الله. الله تعالى ان شاء الله. الكويز اوكي راح انزل لكم اعلان بالكويز ان شاء الله، اذا قدرت انزل لكم اعلان اليوم انه حيكون هو الكويز، راح انزل، لازم انزل اعلان، تمام، راح انزل اعلان. اوكي الكويز الساعه 6 في سي اس اس كامل كي يوم الجمعه، احنا شعبه 6، اللي بحكي اسمه رجاء يحكي لي نعم موجود. متى دكتور، اليوم ولا بكره الكويز؟ الكويز يوم الجمعه. احنا راح ابعث لكم ايميل، راح ابعث لكم ايميل. تمام راح ابعث لكم ايميل هلا ان شاء الله بعد المحاضره، راح ابعث لكم ايميل. يا اوكي عبد الكريم احمد العزام محروم.